كيف يتعامل الوالدين إذا اكتشف حالة تحرش جنسي بطفلهما؟ بداية، من المهم في بعض الأحيان أن الطفل قد لا يمتلك العبارات والجمل والمفردات التي يصف بها ما حدث، فينتبه الوالدين للإشارات. في بعض الأحيان يقول الطفل مثلا فلان أو السائق أو الخادمة شرير أو غير طيب، فهنا يجب أن يتعامل الوالدين مع هذه الكلمات في محمل الجد. فإذا اكتشف حالة تحرش ينصح بالآتي: أول شيء يجب الهدوء من قبل الوالدين وعدم الانفعال، ثم بعد ذلك لا بد من الاستماع والإنصات الجيد لما يقوله الطفل ومحاولة تهدئته والحديث بكل أريحية. وهنا ينصح بألا يضغط على الطفل بأن يتحدث بالتفاصيل في تلك اللحظة، قد يكون هو غير مهيأ لذلك. كذلك من النصائح عدم تحميل الطفل المسؤولية فيما حدث، فهو لا يتحمل ما حدث أبدا. وهنا ينصح الوالدين كذلك بعدم التسرع في الانتقام من الجاني أو الفاعل أو المتحرش، وفي نفس اللحظة ينصح بأن يبلغوا الجهات المختصة حتى ينال هذا المتحرش جزاءه، ولأن تقديم هذا المتحرش للعدالة هو جزء من العلاج لهذا الطفل. كذلك لا بد من القيام بإجراءات العلاج، أحيانا يتطلب تدخل طبي وأحيانا يتطلب تدخل أخصائي نفسي، فيجب أخذ هذا الطفل إلى المختص كإجراء من إجراءات علاج هذا الطفل.